وأبطال هذه البطولة. حيوا معاي منتخب قطر الشقيقة. إذن اللحظة التاريخية والإعلان لبطل هذه البطولة الآسيوية 19، منتخبنا القطري بطلا لهذه البطولة للمرة الرابعة على التوالي. ألف مبروك لمنتخبنا حصوله على لقب البطولة الآسيوية 19. حسن عواض، أحمد مددي، رافائيل كابوتي، فرانكيز مارزو، دانييل سيريتش، عبد الرحمن عبدو، محمد العبيدي، مروان ساسي، علاء بن راشد، وجدي سنان، وياسين سامي، يوسف بن علي، هاني كاخي، محمود زكي، أنيس زواوي، أمين زكار، ومصطفى إكراد، ومصطفى هيبة. فرحة كبيرة للاعبي منتخبنا بهذا الإنجاز. ألف ألف مبروك إذن لرئيس الاتحاد القطري السيد أحمد محمد الشعبي وللأعضاء الكرام في هذا الاتحاد الذهبي، وإنجاز جديد لكرة اليد القطرية والتربع على عرش قارة آسيا. يا أول فريق عربي وآسيوي يحصل أيضا على فضية العالم عندما أقيمت الدوحة 2015. مبروك لنجوم منتخبنا. فرحة كبيرة لسعادة الشيخ جوعان بن حمد الثاني، وتسليمة للميدالية الذهبية لنجوم منتخبنا محمود زكي ومروان ساسي، فرانكيز، سرج، قبلة جميلة من يوسف بن علي. كأس هذه البطولة وقائد منتخبنا أيضا وجدي سنان، هذا المدرب فاليريو ريفيرا صائد البطولات صائد الإنجازات الأسباني الذي حقق مع منتخب قطر الميدالية الفضية ولقب هذه البطولة لأربع مرات. عادل الهلال العنزي والسيد يوسف الهيل مدير المنتخب. فرحة، لقطة جميلة من نجوم منتخبنا. جانب من الجهاز الإداري والفني السيد يوسف المعلم، أحد أبرز الحراس في منتخبنا سابقا وهو الآن إداري المنتخب، السيد شكري خويلد ايضا الاخصائي التونسي الجميل في المنتخب الذي جهز الحارس سرج بعد اصابته في المباراه السابقه في مباراه النصف النهائي امام البحر. إذن بانتظار اللحظه التاريخيه واشاره الاربع القاب المتتاليه، مبروك إذن ألف 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 مبروك لسيدي أمير البلاد المفدى ولنائب الأمير ولرئيس مجلس الوزراء ولرئيس اللجنة الأولمبية هذا اللقب التاريخي للمرة الرابعة على التوالي بإنجاز غير مسبوق لكرة اليد القطرية بهذا اللقب الرابع، لنتساوى مع دولة الكويت ونتفوق على اليابان ونقترب من المنتخب الكوري صاحب التسع القابات. فرحة كبيرة لسعادة الشيخ جوعان بن حمد الثاني الذي كان حاضرا ومؤازرا لمنتخبنا الوطني في هذا اللقاء الأخير. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية هذا التتويج. إن أصبت فهو من عند الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. كان معكم محدثكم علي اليزيدي. أنتقل بالصوت والصورة للزملاء مشعل شاكر والضيوف الكرام، فإلى الاستديو. تفضل مشعل.